عليكم الشباب، السلام عليكم الإخوان، السلام عليكم أيها الرياضيون. مرحبا بكم معنا في بلاتو سبور، مرحبا بكم معنا في صوت جليز. كما وعدناكم اليوم افتتاح القناة، كما وعدناكم اليوم تحليل مقابلة إيطاليا تركيا. إيطاليا تركيا مقابلة افتتاحية لدورة أوروبية ستكون بالتأكيد قوية. إيطاليا تركيا مقابلة ذو أبعاد سياسية في أمسية رياضية. إيطاليا تركيا مقابلة استثنائية. إيطاليا في أرضها، في معقلها روما، وأمام عشاقها وأمام 16,000 من محبيها تستقبل تركيا. تركيا المجروحة في كيانها، تركيا الباحثة عن ذاتها، تركيا التي تريد أن تجد لنفسها مكانا بين جيرانها. إيطاليا تركيا مقابلة استثنائية، مقابلة الكثير يقول افتتاحية، لكن أنا عندي اعتراض هنا على التسمية. عادة في العادة الفيفا تختار بلد منطين بالقرعة تيلعب المقابلة الافتتاحية، أو للبطل حامل لقب تيلعب على أرض البلد المستضيف المقابلة الافتتاحية، والبلد المستضيف تتلعب فيه المقابلة النهائية. هذا الحال هذا ما موجودش في هذه البطولة هذه، لهذا إيطاليا ما كتلعبش مقابلة افتتاح كأس أوروبا. إيطاليا تتلعب مقابلة افتتاح دخولها لأوروبا. إيطاليا بعد انكسارها، إيطاليا في 2018 بعد سقوطها اختارت مانشيني مدربا لها لإعادة أمجادها. إيطاليا بعد سقوطها بمانشيني سترجع لأمجادها. إيطاليا تدخل اليوم عن طريق تركيا للعودة إلى أوروبا. المفتاح أو التأشيرة لكي تعود إيطاليا كبيرة هو مقابلة تركيا. إيطاليا القوية، إيطاليا بنجومها، إيطاليا بمدربها، إيطاليا بكل عشاقها تدخل اليوم من الباب الكبير لتعود إلى أوروبا. إيطاليا تقول أنا لغراندي إيطاليا، أنا حاضرة، أنا أريد اللقب. إيطاليا بكل عشاقها تريد اليوم أن تضيق الخناق على تركيا، وفي هذا المجال تستحضرني ملحمة تراثية، تستحضرني صورة دفاعية، تستحضرني ملحمة عمر المختار الليبية. عمر المختار دافع عن ليبيا، عمر المختار حرق إيطاليا، عمر المختار قاوم إيطاليا. تركيا في معقل الطليان، في أرض الطليان، ستحاول أن تدافع عن ذاتها، أن تثبت نفسها. عمر المختار دافع سياسيا، وتركيا أردوغان ستدافع رياضيا، لكن هذه التركيا متطورة، هذه التركيا صاحبة أسلحة، هذه التركيا قد تذبح إيطاليا. واعتبروا مني واسمعوا مني، قد تكون اليوم مذبحة روما، قد تكون اليوم مذبحة روما، واعتبروا مني. إيطاليا بكل نجومها، إيطاليا برئيسها، بسيادتها، تريد اليوم أن تدخل من باب الواسع لأوروبا. إيطاليا مانشيني 4-3-3، إيطاليا مانشيني حاضرة، فريق متكامل، فريق حاضر، فريق لا ديسيبلين. إيطاليا مانشيني كل المقومات، مانشيني غير لإيطاليا جلدها، مانشيني أبدع مع إيطاليا، لكن وهنا أفتح قوس، هل تجربة إيطاليا تكفي؟ أول مرة غيدخل مانشيني مع إيطاليا للتورنوا، لدوري، لدورة الإقصائية غير، ومقابلات التورنوا غير، مقابلات الدوري غير. الإقصائيات إيطاليا لن تخسر، الإقصائيات إيطاليا سجلت 39 هدف، الإقصائيات إيطاليا سجل فيها فقط 4 أهداف. هذا حال الإقصائيات، ولكن اليوم دورة أوروبا. مانشيني ما عمرو دخل مع إيطاليا التورنوا، ما عمرو لعب مع إيطاليا في دورة. مانشيني لا يعرف حال لاعبيه في التورنوا. اللي لعب الكرة، اللي فهم الكرة، اللي شاف الكرة، تيعرف أنك لعبت البطولة ولعب ديال المحافل الكبرى. لعبت البطولة تيلعب الماتشات عاديين ويتريني لأنه ما عليهش لابريسيون. اللعب ديال المحافل الكبرى
خصو يكون حاضر ذهنيا وتكتيكيا وبدنيا. اليوم بزاف لعبات ايطاليا قد يكونوا في رجليهم ولكن الذهن ديالهم ما حاضرش لانه عندهم لا بريسيون، لانهم اول مره غيدخلوا تظاهره كبيره. انا تنقول ايطاليا حاضره، ايطاليا فريق كبير، ولكن مانشيني وايطاليا باش يكونوا كبار لا جراند ايطاليا عليه يلعب بزاف المقابلات من حجم مقابله تركيه ليكون في قطر 2022 حاضرا. مانشيني وايطاليا سيعودون بقوه لاوروبا ولكن ليس عن طريق تركيا. مانشيني وايطاليا 4-3-3 مانشيني وايطاليا فريق كبير. مانشيني وايطاليا بدوناروما في حراسه المرمى، كيليني بونوتشي في الدفاع، ووسطها العملاق فيراتي سانسيني، واذكروا مني باريلا، وهجومها بإيموبيلي ببرناديسكي. هاته إيطاليا قاتلة، هاته إيطاليا فتاكة. لكن السؤال يطرح نفسه يا سادة، هل تعلمون كيف تأهلت تركيا؟ تركيا أخذت من فرنسا 4 نقاط. فرنسا بطل العالم أخذت منه 4 نقاط. تركيا أول فريق هزم فرنسا بعد 2018. تركيا في فرنسا في معقل أرض الفرنسان كسب نقطة، 4 نقاط أخذت تركيا. تركيا برئيسها، تركيا بمدربها جونش، تركيا بلاعبها بوراك يلماز وحكم شانالولو، لاعب الميلان من أكبر لاعبي وقائد تركيا، قد تبدع، قد تذبح الطليان. تركيا لن تكون سهلة، تركيا ستكون رقما صعبا على إيطاليا، تركيا ستكون رقما صعبا على كثير من الفرق في البطولة. تركيا تريد إثبات ذاتها. العثمانيون ونحن عرب ندري العثمانيين، ما وصف في التاريخ بالرجل المريض قديما لم يعد مريضا. العثمانيون بدخولهم لأوروبا بمشاركاتهم ورجوعهم لأوروبا سيكونون رقما صعبا على كل منتخبات أوروبا. إيطاليا ستعود، إيطاليا ستكون قوية ولكن على حساب سويسرا، على حساب بلاد الغال، ولكن ليس على حساب الأتراك. الأتراك ستكون رقما صعبا على إيطاليا، على سويسرا، على بلاد الغال. تركيا ليس لها ما تخسره، تركيا لها كل ما تفوز به. تركيا إن تعادلت تركيا فهذا قانون مقابلة الافتتاح، إن انتصرت إيطاليا فعلى الورق إيطاليا مرشحة وأسياد إيطاليا من كبار الكرة، ولكن إن فازت تركيا أخذت ورقة العبور إلى الدور المقبل. إن فازت تركيا ستذبح إيطاليا، ستذبح جمهور إيطاليا. الكرة مستديرة، الكرة غدارة غدارة غدارة، ولكن اليوم موقف الرجال، اليوم على الملعب حياة الرجال. في زمن كورونا نتمنى اليوم المتعة، نتمنى اليوم الفرجة، نتمنى اليوم أن تعود الكرة، أن تعود الحياة إلى طبيعتها، أن يعود المتفرج إلى بسمته. إيطاليا تركيا بلاتو حاضر اليوم، إيطاليا تركيا موعد مع الكرة، إيطاليا تركيا مقابلة استثنائية. أحسن ما قد يكون فيها أنها قد تكون مقسومة على 2، لكي نرضي الطرفين، إيطاليا نقطة، تركيا نقطة. هذا حال الكرة، هذا حال مقابلة الافتتاح. الافتتاح ليس سهلا، ودخول إيطاليا وعودة إيطاليا إلى بوات أوروبا لن يكون على حساب الأتراك. عودة إيطاليا مع مانشيني، إيطاليا الكبيرة، إيطاليا مانشيني لن تكون على حساب الأتراك. فاعتبروا مني، أنا هنا أحذر من بذبحة روما، أنا هنا أقول الأتراك في عنفوانهم، الأتراك في سيادتهم، العثمانيون في دفاعاتهم قد يذبحون إيطاليا. إيطاليا منتخب كبير، إيطاليا مانشيني 4-3-3، إيطاليا مانشيني، إيطاليا الهجوم. لم نعد نعرف الطليان اللي كانوا كيدافعوا، طليان للا ديفونس ما تشوف الشبكة، طليان هذه تفرج، طليان هذه تمتع، طليان هذه تريد أن تضغط، هذه الطليان تريد أن تلعب الكرة. ولكن تركيا في هجوماتها المضادة، تركيا إن مست في عنوانها، تركيا
التي تركض وتجري بسرعة. تركيا عندها السرعة، عندها الشباب، عندها فريق من ذهب. تركيا الطيب أردوغان لن تكون سهلة على إيطاليا، تركيا الطيب أردوغان لن تكون لقمة سائغة لإيطاليا، تركيا الطيب أردوغان قد تذبح إيطاليا. مذبحة روما قد تكون اليوم، مذبحة روما قد نعيشها اليوم. مرة أخرى على الورق وفي كل المقابلات وفي كل الترشيحات، إيطاليا أقوى من تركيا. على الورق إيطاليا حاضرة، على الورق إيطاليا سيدة المباراة في معقلها وأمام جمهورها وعلى أرضها، ولكن وقت المباراة يخدم تركيا. تركيا بعنفوانها، تركيا بشراستها، تركيا، وهذا أصعب شيء عند تركيا. أنا خبرت الأتراك ولعبت مع الأتراك، الأتراك أصعب حاجة منهم، بعدهم على إسطنبول وأنقرة. الأتراك اللي ما يلعبوش معقل دارهم وأمام جمهورهم وتحت ضغط صحافتهم، يبدعون، يقاتلون، يتفننون. الأتراك في أنقرة، الأتراك في أسطنبول يتعذبون. ضغط الجمهور التركي، ضغط الجمهور العثماني يصعبها على الأتراك. الأتراك اليوم في روما ليس لديهم ما يخسرون، يركضون، يقاتلون، يعذبون الطليان. من يقول أن مقابلة إيطاليا تركيا لقمة ساهلة لإيطاليا فلن يختبر الكرة ولن يخبر الكرة. مقابلة إيطاليا تركيا لا تقبل القسمة على اثنين في دولة أوروبية، في كرة عالمية، في دورة استثنائية، في ظل وباء كورونا. ولكن إيطاليا ستحاول، إيطاليا ستهاجم، إيطاليا في عقرها وأمام جمهورها ستحاول، ولكن هيهات هيهات من تركيا. اعتبروا مني واسمعوا مني، مذبحة روما قد تكون اليوم، مذبحة روما قد تكون اليوم. كان هذا رأيي فأفيدوني بآرائكم، كان هذا رأيي فأنا أريد أن أسمع آرائكم. المهم نتمنى أن الفيديو يكون عجبكم، نتمنى أن قربت لكم الصورة شوية، نتمنى تشجيعات ديالكم، نتمنى أنكم توقفوا معنا، نتمنى أنكم تكونوا معنا، نتمنى أن هذا الصوت هذا يكون وصلكم. صوت بلاتو سبور، صوت ديال غيليز، صوت ديال مراكش. السلام عليكم ورحمة الله.